السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى إخواني أخواتي المشاهدين والمشاهدات في جميع أنحاء العالم والمتابعين معنا لهذا الحوار الجميل والماتع مع شيخنا فضيلة العلامة زين العابدين بلفريج، وما زال يحدثنا عن أثر الخلافات التي حصلت بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وما أدى إليه ذلك من دخول بعض الأحاديث التي قيلت في فضائل بعضهم أو في ذم الآخرين، ونستمر في نماذج من هذه الأحاديث مع فضيلة الشيخ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. من تلكم النماذج المشهورة التي يحلو للبعض أن يحتج بها هي حديث رد الشمس لعلي بن أبي طالب، ورد من طريق أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وأن عليا كان في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام فغربت الشمس، فسأل الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الشمس فأعادها، فسطعت وأشرقت بعدما غربت. هذا ملخص الحديث، وهو حديث أخرجه العقيلي في الضعفاء وابن شاهين في أحاديثه التي يسندها، وله عدة أجزاء في الحديث، وأخرجه غيرهما من أهل الحديث، لكن أهل الحديث كالإمام أحمد قال إنه حديث لا أصل له، لا أصل له، أي لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو وردت له أسانيد فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا قال ابن الجوزي، وهكذا قال جمهور نقاد الحديث، فلم يذهبوا إلى قبول هذا الحديث، وإن كان بعضهم مشاه كما نقل عن القاضي عياض، وبعضهم أنهم مشوا الحديث ورأوه مقبولا. لكن كيف يقبل مثل هذا الحديث الذي يتعارض مع نصوص أخرى، وكونه أمرا اشتهر كمعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخفى ويروى بهذه الطريقة المختلفة في ثبوتها. وهذا من جملة من تقيد به الحديث، انتقيد في إسناده، وأنه في إسناده من لا تحل الرواية عنه، وانتقد من جهة أنه خبر تتوفر الدواعي على نقله، فحقه أي هذا الخارق الذي خرق العادة وهي إعادة الشمس بعد غروبها، حقه أن يشتهر بين الناس وأن يروه في مجالسهم وفي نواديهم، وأن لا يكون خبر أحد كهذا الخبر ولا يرويه إلا العقيلي وإلا ابن شاهين ومن معهم. فهذا من أدلة أكثر العلماء في رد هذا الحديث. ثم أشاروا إلى أمر كما قال ابن الجوزي في حالة ثبوت رد الشمس في هذه القصة، فهل رجوعها يصير الصلاة، يصيرها أداء أم قضاء؟ قال إن رجوع الشمس بعدما غربت لا يصيرها أداء، ستبقى قضاء. قضاء، نعم، لأن وقتها قد خرج. ومعنى ذلك أن هذا الحديث لم يقبلوه، وإن كان بعض المعاصرين من المشتغلين بالحديث ألف جزءا في نصرة هذا الحديث كعادة بعض من يناصر الأحاديث من هذا الشكل، مما يدل على أنهم يحبون الأحاديث الواردة في آل البيت أن تكون ثابتة، وإن كانت أساندها لا تصح. فجبل السنة وإمام السنة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمة الله عليه، وهو إمام أهل الحديث في زمانه وبعد زمانه، يقول لا أصل لهذا الحديث ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك كلام لأهل العلم في رد هذا الحديث ومناقشة من حاولوا قبول هذا الحديث كالطحاوي والقاضي عياض والسيوطي. وحجة النافين لهذا الحديث الرادين له أقوى من حجة الذين قبلوه ومشوه ورأوا أنه من الأحاديث المقبولة، وما تكلف أحدهم بجمع الطرق، فإنه ليس كل طريق يقوى به، إنما يقوى بطريق
يجوز التقوية به كحديث الضعيف وحديث الصدوق الذي يهم، ومن كانت عنده روايات فيها بعض الأوهام. أما أن يؤتى برجل مبتدع أو مجهول أو منكر الحديث ويحاول بعضهم أن يقوي الحديث به، فليس هذا على قواعد المحدثين أن نقوي بكل ضعيف. ولذلك أهل الحديث تؤثر عنهم بعض العبارات في هذا الفن، يقولون فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به، أي يصلح للاعتبار. والاعتبار هي عملية البحث عن الشاهد والمتابع، كما قال في الألفية: الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راوي غيره فيما حمل. إذن الاعتبار هو أن هذا الراوي يصلح أن يساند غيره لكي يصبح الحديث حسنا لغيره مثلا. لكي يصبح حسنا لغيره إذا كان في الأصل ضعيفا، وجب أن تكون الروايات المساندة والمقوية تصلح للتقوية، تصلح للاعتبار. ماذا عن الحديث الذي روي في فضل علي بن أبي طالب وقضية الطير، أو ما يسمى بحديث الطير؟ هل ثبت هذا الحديث؟ هذا حديث الطير رواه الإمام الترمذي والإمام الحاكم في المستدرك وغيرهما، وورد من طرق متعددة، وجمع فيه أبو العباس ابن عقدة الشيعي الحافظ، جمع فيه جزءا في حديث الطير. وكلام علمائنا من نقاد الحديث في هذا الحديث، جماعة منهم يقولون إن هذا الحديث موضوع وطرقه موضوعة وكذب وباطلة ومعلولة، كما قال الإمام ابن طاهر المقدسي الشهير بابن القيصراني، وكما قال ابن ناصر الدين الدمشقي، كلهم يقولون إنما جاء هذا الحديث الموضوع عن سقاط أهل الكوفة عن المجاهيل، ولم يثبت من طريق الذين يعتد بروايتهم. مضمون هذا الحديث يا شيخ حتى يسمعه المشاهدون؟ حديث الطير لفظه عند الإمام الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي إليه طير، صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. فجاء أبو بكر تقول الرواية فدق فلم يفتح له، وجاء عمر فدق الباب فلم يفتح له، وجاء علي فدق الباب ففتح له وأكل من الطير. فالحديث يثبت فضيلة لعلي لم ينلها غيره، وأن الحديث فيه لفظ التعبير بأحب الخلق إليك، وهذه إن ثبتت دلت على أن عليا أحب الخلق إلى الله عز وجل. لكن الحديث كلام العلماء فيه طويل، الذهبي تردد فيه، مرة حكم بوضعه ومرة رجح أن له أصلا، وهذا من الأحاديث المشكلة، وكذلك العلائي. أما الحافظ بن كثير قال فيه نظر مع كثرة طرقه، وأما ابن تيمية فقال إن حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل. حاول الإمام العلائي أن يجمع له طرقا وأن يجعل الحديث ثابتا وله أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحاول ذلك في كتابه النقد الصحيح، النقد الصحيح، وجاء بروايات، لكن الحديث سلف أن تكلم فيه كبار المحققين وأهل الحديث، وأنه حديث غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض المعاصرين حاول أن يمشيه وأن يزعم أن له طرقا، لكن الإمام الذهبي وأمثاله كانوا قد ذكروا بأن هناك روايات لهذا الحديث يذهل لها الإنسان ويتحير فيها الإنسان، والحديث يخالف الأصل الذي يقول إن أفضل الأمة بعد نبيها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والمثبتون له يحاولون أن يفرقوا بين الأفضلية وبين الأحبية، فيقولون علي أحب الخلق وأبو بكر أفضل الخلق، حتى يجمعوا بينه، حاولوا التوفيق بين الأمرين. وعلى كل حال
الإمام العلائي ومن ذهب مذهبه من الذين مشوا الحديث يقولون إن له طرقا وليس هو بحديث موضوع، وأن بعض الروايات عند الحاكم من طريق رجاله ثقات، وأن بعض الرواة سكت عنهم المحدثون فلم يذكروا فيهم جرحا ولا تعديلا. هذه رواية الحاكم وهي من أبرز ما احتجوا به في قبول هذا الحديث. والأولى أن الحديث غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الأصل ما قاله العلماء المتقدمون في هذا الحديث. ابن عباس رضي الله عنهما أيضا كان من الشخصيات التي نسبت إليها الكثير من الأحاديث، خصوصا إبان الدولة العباسية حيث حكم أحفاده، فكان التقرب إليهم برواية أحاديث عن جدهم. في الحقيقة يعني ابن عباس رضي الله عنهما من أحرص الصحابة على نفي الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن فرض وجود من يريد أن ينسب إلى ابن عباس ما لم يصح عنه فإن العلماء قد حذروا من ذلك. ومن ثم أن عكرمة البربري يروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان بعض العلماء يتحاشى رواية عكرمة لأجل بدعته، كما كان يفعل الإمام مالك رحمه الله حين يسوي سندا من طريق عكرمة عن ابن عباس فيسقط عكرمة. وهنا قال العلماء إن التسوية تكون بتدليس وبغير تدليس. نقف هنا حتى يتابع المشاهدون. إذن تتحدثون يا شيخ عن التسوية التي هي تسوية الإسناد. تسوية الإسناد، يريد لو باختصار. التسوية هي نوع من التدليس، وهي إسقاط الضعيف بين الثقتين لأجل أن يرتفع الإسناد وأن يظهر مستويا بالثقات. إذن الإمام مالك كان عندما يروي عن عكرمة لا يذكر عكرمة، وإنما يقفز إلى شيخ عكرمة حتى يسقطه وينتقل إلى ابن عباس ويسوي الإسناد، ليس بتدليس بل هي تسوية بغير تدليس. وأن من أصول السلف أنهم إذا تمكنوا من إخماد اسم المبتدع في الرواية أخمدوه، وإن وجدوا الرواية عن غيره رووها وتركوا الرواية عمن نسب إلى البدعة لكي لا يرتفع شأنه. هذه من أصول السلف في العلم ومن أصولهم في الرواية. معروف ما كان عليه الإمام مالك من حرص على قمع البدعة وقمع المبتدعة. كان إماما في هذا الباب. ماذا يعني عن أحاديث التي رويت في الخضر عليه السلام وفي حياته، ولعلنا نختم بها؟ الأحاديث الواردة في الخضر هي أحاديث لا شك في كذبها كما قال العلماء، وأن الخضر لا يمكن أن يكون حيا يعيش بين الناس، لقول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فالله عز وجل لم يجعل لأحد الخلد في هذه الدنيا، ولئن بقي الخضر حيا من عصر موسى إلى عصر عيسى إلى عصر محمد صلى الله عليه وسلم يكون قد عاش أكثر من 3000 سنة، وهذا أمر لم يجعله الله عز وجل لأحد. فقصته في كونه حيا وأنه يسكن المغارات ويسكن الجبال ويعتزل الناس ولا يحضر جمعة ولا جماعة، هذا الكلام غير صحيح. فلو كان الخاضر حيا وكان إماما من أئمة المسلمين لوجب أن يحضر الجمعة والجماعة، وألا يذهب إلى الغيران وإلى الكهوف وإلى الجحور ويكون بعيدا عن الناس. فقصته ردها العلماء، وأنه لا يوجد شيء يسمى الخضر، وأن الخضر قد مات وانتهى أمره. وقد ردها العلماء كابن القيم في كتاب المنار المنيف، وردها غيره. لكن بعض المسلمين لا يزالون يحلمون بقصة الخضر وأن له علامات، وأنهم يتحرونه لكي يدعو لهم، فيذكرون في ذلك خرافات يتنزه المسلم عن ذكرها. فالخضر انتهى أمره وليس خالدا في هذه الدنيا كما يزعم بعض الناس.